هجيب معلقة فلفل اسود واحطها على البصلة، وهبدأ ادعك البصلة بايديا كده. اهلا بيكم في قناتي وفيديو جديد. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة الحمام الجميل دوت، وبطريقة سهلة وسريعة مش هياخد معاك اي وقت. اهم حاجة اتفرجي على الفيديو للاخر، لان كله تكات وحركات واهم النصايح عشان يطلع معاكي الحمام بالشكل الجميل ده وما يفرقعش معاكي خالص بالشكل الحلو ده. الحمامية محشية تحت الجلد ومحشية من قدام وما فرقعتش معايا، بس اهم حاجة تتفرجي للفيديو لاخره. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تضغطوا اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة معانا هنا الحمام، هجيب الكمية اللي انت محتاجاها. انا معايا هنا 3 جواز حمام. طبعا هتختاري الحمام هيكون صغير في السن علشان يستوي معاكي بسرعة. انا هقولكوا على كل التكات الاول اللي هي لازم تكون في الحمام. الرجلين وانتوا بتقطعوها ما بتقطعوش الرجل كلها، تقطعوا بس الصوابع بتاعت الحمامة عشان لما تيجي تدخليها تدخل معاكي سهل لما بنيجي نربطها في الاخر. طبعا بننضفه كويس، واهم حاجة تأكدي ان الزور نظيف. علشان تحشيه كويس احنا هنحشيه، ممكن تحشيه بكذا طريقة بس انا بحب الطريقة دي. هتفتحي تحت الجلد بالراحة كده بالشكل ده كده بصوابعك كده، تبدأي تفتحي بالراحة علشان نحشيه تحت الجلد. يعني دي اهم الحاجات اللي هتكون مطلوبة منك الحمامة. طبعا احنا معانا الحمام ده انا غسلاه ومنضفاه ومخلياه نضيف جدا، وغسلته بالملح والخل والليمون وصفيته. بس هعمل حاجة اخيرة فيه، هجيب بصلة مبشورة بالشكل ده، وهجيب معلقة فلفل اسود واحطها على البصلة، وهبدأ ادعك البصلة بايديا كده. هتعرفوا دلوقتي هعمل ايه بالبصلة دي. هجيب طبق معايا هنا، وهجيب الحمامة وابدأ ان انا ادعكها من جوه وبره كده بالبصل. الحركة دي هتفرق معاكي في طعم الحمام وريحته. طبعا الحمامة دي هي مش ما فيهاش اي مشكلة، يعني هي غامقة بس عشان ريشها كان اسمر، انما هي جميلة وما فيهاش اي حاجة. كده الحمام بتاعتي بقى خلاص نضيف. هنحطه في التلاجة، او ممكن تسيبيه لو الجو ساقع على جنب، او ممكن تحطيه في التلاجة لو الجو حر. وهنبدأ نعمل الحشوة اللي هنحشي بيها الحمام مع بعض دلوقتي. الحشوة اللي هنحشي بيها الحمام، انا حطيت طاسة على النار وحطيت فيها سمنة وزيت، وهنزل عليها ببصل. اهم حاجة البصل يكون متقطع ما يكونش مبشور، احنا مش عايزين بصل مبشور خالص. هنقلب البصلة المرحلة دي. هنبدأ ننزل بالقوانص بتاعت الحمام. بعد ما القوانص بتاخد حوالي بالظبط دقيقة على النار، بنبدأ ننزل عليها الكبدة. المرحلة دي هنبدأ ننزل عليها بالكبدة. وهنحط رشة بسيطة من الفلفل الأسود في المرحلة دي، لأن لسه هنحط تاني توابل.
هنبدا دلوقتي ننزل عليها بالفريك او الرز اللي انت هتحطيه. انا معايا هنا ربع كيلو من الفريك، غسلته كويس جدا ونقيته طبعا، وبعد كده نقعته لمدة من 40 دقيقة ل50 دقيقة في مية سخنة وصفيته كويس. وبعد كده هبدأ انزله على الكبد والقوانص. احط نص معلقة من الفلفل الاسود، معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة من الزنجبيل. الحمام مش بيحتاج توابل كتير، ولو في قرفة ممكن تحطي قرفة كده. خلاص الفريك والخضار فلفل معانا. هبدأ انزل عليه بكوباية صغيرة من المية السخنة، او ممكن تحط نص كوباية بس لا كوباية كبيرة. وهنسيب الفريك على نار هادية لمدة 5 دقايق وهنغطي عليه. وبكده الفريك بتاعي خلاص خلص، بقاله بالظبط 5 دقايق على النار زي ما انتوا شايفين، مفلفل خالص حبايه بحبايتها. هنسيبه لغاية ما يهدى خالص. اهم حاجة ما تحشيش الحمام وهو سخن، عشان لو حشتيه وهو الفريك سخن الحمام ممكن يضرب معاكي، وفي نفس الوقت مش تبقى متحكمة وانتي بتحشي في الحمام كويس. عشان يتحكم ان احنا نحشيه من جوه ومن عند الرزور ومن عند الرقبة كويس، لازم الخلطة تكون هادية معانا خالص وبرده. هنستنى لغاية ما تبرد وبعد كده نبدأ نحشيه مع بعض، وهعرفكم هنحشيه بكذا طريقة ازاي. كده خلاص الفريك معانا بقى بارد خالص زي ما انتم شايفين، ومفلفل خالص مش معجن. هنبدأ نجيب الحمامة بالشكل ده، وهنجيب الفريك ونبدأ ان احنا نحشيها. وهنبدأ ان احنا ندخل صوابعنا زي ما قلنا، وهنفتح الجلد من هنا كده، هتفتحوه لغاية ما يوصل عند الزور علشان ما نضطرش ان احنا ندخل من هنا، لان لو دخلنا من هنا من عند الزور من هنا ممكن تقطعوه. يعني انا ممكن ان انا احشيه بالطريقة دي. هوريكم الاول ان احنا نحشيه من عند الرقبة من عند الزور كده. دي اول طريقة ان احنا نحشيه من عند الزور. اهم حاجة بالراحة بس علشان ما يتقطعش منكم. خلاص احنا مش عايزين نملاها قوي، شايفين الفريك واخد راحته علشان لما ينفش ما يطقش منك. وبعد كده هنبدأ ندخل تحت الجلد، بس اهم حاجة تحت الجلد ما تحطيش كمية كبيرة. كان في ناس بتشتكي ان الحمام بيفرقع منها لانكم بتكبسوه جامد قوي. اتمنى لو وصلتوا معايا في الفيديو لغاية اللحظة دي انكم تكونوا عملتوا لي لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. كده خلاص حشيت تحت الجلد. هنيجي بقى ازاي بنقفل الرجلين. هنجيب الرجل دي وهندخلها هنا كده، والرجل دي مش هندخلها في نفس المكان، لا هنيجي من تحت الرجل
وهنعملها كده. شايفين كده؟ خلاص هي اتقفلت، وهنجيب القلصة وهنقفل بيها كده علشان الحمام ما يطلعش اي حاجة من جواه. شايفين شكله جميل ازاي؟ هنبدأ ان احنا هننفضه كويس من الفريك، وهنيجي الجناح هنعمله لورا بالشكل ده كده، وهننفضها من اي فريك. دي اول طريقة عملنا بيها الحمام. هجيب لكم ونعمل لكم تاني طريقة مع بعض. هنجيبها برضو وهنفتح تحت الجلد زي ما قلنا مع بعض لغاية ما نوصل عند الزور من هنا. وهنبدأ نحشيها من تحت الجلد كده. لغاية ما يوصل لقدام. اهم حاجة في الوقت اللي انت بتحشي فيه تكوني مجهزة مية على النار سخنة وتكون بتغلي. كده معايا هعمل معاكم الطريقة التالتة. هنجيب الحمامة من هنا وهنبدأ ندخل فيها الفريك، وندخل صباعنا في آخر من عند الزورة هيطلع الفريك من الجنب التاني. يعني هنحشي ده من هنا بس من هنا، يعني مش عارفة اقولها لكم ازاي، يعني هتشوفوا دلوقتي. هندخل الفريك من هنا كده وهنبدأ نضغط بالراحة، هيطلع الفريك من الجنب التاني بالشكل ده. شايفين الفريك بقى هنا موجود اهو من غير ما تدخلوا ايديكوا خالص من عند الزور، لان منطقة الزور بتكون حساسة شوية فلازم نتعامل معاها بالراحة خالص. كده خلاص الجزء ده اتحشى زي ما انتوا شايفين. هبدأ ان انا احشي تحت الجلد برضو. ونربط الجناحات من ورا. ممكن تربطوها كده وممكن تربطوها بالشكل ده، يعني ممكن كده وممكن كده. هكمل باقي الكمية كلها وهرجع لكم تاني. معانا هنا المية حطيناها على النار وزي ما انتوا شايفين بتغلي. هنحط فيها بصل وجزر وطماطم بالشكل ده، ومعايا حاليا ورق لورا وحبهان ومستكة ومعلقة ملح كبيرة هنزل عليها. وأول ما الشوربة أو المية بتاعتنا تغلي بالشكل دوت هنبدأ نجيب الحمام وهنبدأ نحطه في المية على ظهره كده. أهم حاجة ما تحطوش كمية كبيرة من الحمام في المية. يعني انا الحله بتاعتي وسط مش كبيره قوي، فهحط فيها ثلاث حمامات بالعدد، مش هحط اكتر من كده. وهسيبهم بالظبط نص ساعه لان الحمام صغير، وهوريكم شكل بعد نص ساعه.
كده خلاص الحمام بقاله حوالي 35 دقيقة كده خلاص استوى، هطلعه على جنب عشان نبدأ نحمره. طبعا انا زودت الشوربة شوية مية عشان هكمل سلق باقي الحمام، زي ما انتوا شايفين المية نظيفة ما فيهاش اي فريك خالص خالص، انا جبت من تحت خالص اهو دوت علشان الحمام كان محشي كويس وفي نفس الوقت ما كانش جواه زيادة فما نزلش منه اي فريك خالص في قلب المية. هكمل باقي سلق الحمام ونرجع مع بعض نحمره مع دلوقتي هنبدأ ان احنا نحمر الحمام مع بعض. حطيت هنا شوية زيت وهنزل عليهم بشوية سمنة، معلقتين او ثلاثة سمنة، السمنة بتدي طعم وقرمشة للحمام. هنبدأ ننزل بالحمام عشان نحمره. هننزل بشوية ملح هنا على السمنة علشان ما تكرقعش السمنة، دي نقطة مهمة اوي اوي انك تحطي شوية ملح على السمنة وهي تتحمر، مش هتفرق معاكي او هتقل كمية الترقعة عشان ما تجرطوش وانتوا بتحمروا الحمام. وده كده خلاص شكل الحمام لما اتحمر، وكده يكون الحمام بتاعي كله خلص بالشكل الجميل ده. اتمنى ان الفيديو يعجبكم، متنسوش لو عجبكم الفيديو تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. Thank you.